مساء الخير، أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء. ربما كانت الأحداث اليوم متسارعة جدا، بدأت بمواجهات بالأمس بين ميليشيا الحوثي أو اللجان الشعبية كما يطلق عليها هو، وبين قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس عبد الرب منصور هادي. انتهت بسقوط الحماية الرئاسية في أيدي اللجان الشعبية، وأيضا بكلمة للسيد عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي، أكد فيها على أن ما يقوم به هو ثورة واستكمال لثورة تصحيحية للأوضاع السائدة. اللافت في هذه الكلمة أن عبد الملك الحوثي لا يزال يعترف، كثرة التكهنات حول أن الذي يجري هو انقلاب على الرئيس عبد الرب منصور هادي، لكن اللافت في الخطاب هذا المساء للسيد أنه لا يزال يعترف بالرئيس عبد الرب منصور هادي كرئيس للبلاد، إلا أنه قال أن عليه أو على هادي أن يستجيب لمطالب شعبه بين قوسين هو عبد الملك الحوثي وجماعته، وعليه أن ينفذ الشراكة معهم وأن لا يتحرك من ذلك أبدا. رضى من رضى أو أبى من أبى، هذا ما قاله عبد الملك الحوثي، بمعنى أنه يريد رئيسا طيعا لهم. أيضا هو طالب بإعادة صياغة الدستور ومسألة الأقاليم، هذه المسألة اتخذ منها عبد الملك الحوثي رافعة له لخطابه ولأفعاله الأخيرة التي بررها تحت هذا العنوان. كما نعلم أن عبد الملك الحوثي هو كان قد رفع مسألة الجرعة لدخول العاصمة صنعاء، لكنه في هذا الخطاب اليوم ولتبرير الأحداث بالأمس واليوم وللتصعيد ضد عبد الرب منصور هادي، واتخذ من مسألة الدستور ومسألة الأقلمة والتي قال أنها تؤدي إلى تقسيم اليمن وتمزيق اليمن. لوحظ أيضا أن الشعب، أن جماعة الحوثي وعبر قناة المسيرة هي اشتغلت على مسألة الأقلمة، وكأن الذي يحدث الآن هو ضد تقسيم اليمن من المفهوم الحوثي حول الستة الأقاليم. هو أيضا عبد الملك الحوثي هو طالب بإعادة النظر في مسودة الدستور، وأيضا بإعادة النظر في الهيئة الرقابة على مخرجات الحوار الوطني، وأيضا معالجة الوضع الأمني بمأرب حسب الاتفاق أو الملحق الأمني كما يقول أو كما يبدو من تفسيره هو لاتفاق السلم والشراكة، وأيضا طالب بتنفيذ الشراكة التي نص عليها اتفاق السلم والشراكة، الشراكة التي هو يقول يجب أن تشمل المظلومين والمحرومين، هو وأيضا أيا كانت المكونات السياسية التي لم تكن موجودة من قبل في الدولة. أيضا عبد الملك الحوثي هو قال أن الإجراءات كلما تلكأت السلطة وكلما تلكأ الرئيس عبد الرب منصور هادي في الاستجابة لمطالب الثورة ولمطالب الشعب والتي هي بين قوسين جماعته، أن الإجراءات ستكون قاسية جدا وأن على الرئيس أن لا يعتمد على الخارج. هو أشار إلى أن الرئيس عبد الرب منصور هادي أمضى ليلة أمس في الاتصال بالخارج بالأمريكيين وبغيرهم في الإقليم وفي العالم. ربما الرسالة هي وضحت، ربما المشهد قد اكتمل هذا المساء، أن الذي حدث هو فعل كبير أرادت من خلاله جماعة الحوثي وعبد الملك الحوثي زعيم الجماعة التأكيد على أنهم هم الأقوياء في العاصمة صنعاء والأقوياء في البلد، وأن أي عدم استجابة لمطالبهم سيجابه بفعل كبير وعنيف. معي في الاستوديو الأستاذ عبد الله نعمان القدسي أو المحامي عبد الله نعمان القدسي أمين التنظيم الوحدوي الناصري عبر الهاتف، وأيضا معي الدكتور نبيل الشرقبي أستاذ إدارة الأزمات الدولية أيضا معي عبر الهاتف. أيضا لنبدأ من عند المحامي أو الأستاذ عبد الله نعمان، عفوا سأرحب بالأستاذ عبد الله نعمان. أستاذ عبد الله نعمان، كما أرحب أيضا بالدكتور نبيل الشرقبي أستاذ إدارة الأزمات، أهلا بك دكتور نبيل. أهلا وسهلا وأسعد الله مساءك. نعم، ربما تابعتم الأحداث بالأمس وباليوم وأيضا التي اختتمت
الكلمة لعبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي أنصار الله بين قوسين. السؤال لك أستاذ عبد الله نعمان، كيف تقرأ المشهد إجمالا؟ والله من المؤسف طبعا أن المشهد في اليمن كل يوم يزداد تحقيق. ما جرى اليوم أمر أعتقد لا يمثل مفاجأة، كانت له مقدماته من قبل 4 أو 5 أيام بما نشره صالح السماد في البوست وما نشره كثير من الإخوة في المجلس السياسي لأنصار الله. وطبعا الذي تم اليوم هو استكمال لعملية الانقلاب الذي تم في 21 سبتمبر من العام المنصرم. قوة جماعة تتحرك الآن بقوة مسلحة، تريد تفرض نفسها على كل مواقع هيمنتها على كل أجهزة السلطة ومؤسساتها. طبعا هذا ما جرى اليوم هو محاولة فرض بسلطتها بصورة نهائية ومطلقة على الرئيس أتروبو موسوهاتي لتحويله إلى مقر الدمية تنفذ أو تمرر من خلاله كل يمرر من خلاله كل ما يريده أنصار الله. نعم. مبرر الشراكة الوطنية، الحقيقة هذا يستحق أن الشراكة الوطنية تتفق مظلوم. يعني إذا ما أريد، نعم هناك تباطؤ وتقاعس من قبل القيادة السياسية ممثلة بمثل رئيس الجمهورية في اتخاذ بعض القوات الإجرائية، لكن إذا عدنا للتنفيذ الزمني لتنفيذ كثير من الالتزامات في وثيقة السلم الشراكة الوطنية سنجد أن أول من يرتكب خروقات ضد هذا الاتفاق هم أنصار الله الحوثيين، أولا بتمددهم في كل المحافظات الجمهورية بفرض الهيمنة والسيطرة على كل المؤسسات، في مسلحيهم الموجودين في كل الوزارات، في ايضا عدم انسحاب الميليشيات المسلحه من المدن الذي هو طبعا بند او التزام كان يجب تنفيذه فور بدء المفاوضات حول تشكيل الحكومه. مع الاسف يعني ما يقال يعني الان هو مجرد دغدغه لعواطف الناس. جميل. لتحقيق مشاريع خاصه. نعم استاذ عبد الله، ربما الصوره هي واضحه لديكم انتم في التنظيم الناصري وايضا لدى السياسيين في هذا في اليمن، لكن ما هي خياراتكم الان خاصه ان الان اصبحت الغلبه والكلمه هي للسلاح؟ نحن مشروعنا مشروع مدني. اولا اريد ان اقول انه الدعوه لبناء الدوله المدنيه الحديثه ودستورها الذي نريد الان ان نتوافق عليه وان نستفتيه الشعب حوله لا يمكن ان يتم الا بوسائل مدنيه. لا يمكن ان ينسجم القول بين ان تدعي دوله مدنيه حديثه ودستور دوله مدنيه حديثه ويعني تستخدم وسائل عنفيه وتستخدم القوه لفرض ما تريد. هذا كلام مش منطقي. يعني مثلا اغتيال او عفوا اختطاف الدكتور احمد الوقف بن مبارك، هل هذه وسيله مدنيه يعني الان عشان بحجه انه كان له دور في فرض الاقاليم على فرض صحه هذه المزاعم؟ في وسائل مدنيه يمكن ان يتم من خلالها مقاومه كل الانحرافات الموجوده، لماذا لم يعد الحوثيون الى شركائهم الموقعين على وثيقه الاتفاق اتفاق السلم والشراكه الوطنيه للتباحث حول هذه المواضيع؟ نحن مثلا لا نختلف مع انصار الله حول كثير من المفاهيم المطروحه. المساله الان ليست فيما يتعلق ببعض المفاهيم التي تطرح من قبلهم حول تقسيم اليمن او الى اخره. المساله هي في حقيقه الامر حول مفهوم الناس الفيدراليه. مفهوم الناس الفيدراليه ما هو يعني؟ هل هو اعاده صياغه نظام الدوله ولا هو اعاده صياغه الوحده من جديد؟ اذا كان المفهوم هو اعاده صياغه نظام الدوله على قاعده توزيع السلطه والثروه فهذا يعني بيغدو فيه بمجرد الاقاليم مجرد عمل اداري او قرار اداري. نحن كنا مع هذا الاتجاه وكنا نقول في مؤتمر الحوار الوطني لا يجب ان يتضمن الدستور نص حول عدد الاقاليم انطلاقا من فهمنا هذا للفيدراليه، وكانوا هم من اصروا على ضروره تضمين الدستور عدد الاقاليم الموجوده ومع غيرهم من المكونات. يعني انا اريد ان اقول اننا الان يجب ان نواجه هذا المشروع، مشروع التغول على السلطه على الدوله
في وسائل مدنية سلمية. الغريب أن القوى السياسية استسلمت ولم يعني تتخذ أي خطوات لمواجهة مشروع التغول الذي يفرض نفسه الآن على كل أجهزة ومؤسسات الدولة. على القوى السياسية أن تستيقظ وأن تنزل للشارع لتعبر بوسائل سلمية ومدنية عن رفضها لمشروع القوى الذي يحاول فرضه. نعم أستاذ عبد الله ابقى معي عبر الهاتف، أيضا سأخذ الأستاذ والدكتور نبيل الشرقبي أستاذ الأزمات الدولية. دكتور الشرقبي، دكتور نبيل، أيوة نعم، ربما استمعت والفكرة هي واضحة لدى الأستاذ عبد الله حول أن الحوثي هو يستخدم عبارات كبيرة ومفاهيم كبيرة لا يختلف معه ربما أطراف سياسية عدة حولها، كمسألة التحشيد بمسألة الأقاليم والتقسيم، وخاصة أن التنظيم الناصري هو كان لديه رؤية مهمة ورائعة، الجميع تابع أداءه في الحوار الوطني وكان على الضد من جميع المكونات فيما يخص هذه المسألة. كان الحوثي مع الحزب الاشتراكي في هذه المسألة، نظر إلى الأقلامات كجزء من مسألة الوحدة على العكس من الموقف الأصيل، هو كان يحسب للناصر وليس للحوثي. الآن عاد الحوثي لاستخدام خطاب الناصري بالأصح أو الخطاب السليم حول مسألة الأقلمة، ويستخدمها كشماعة الآن لتحركاته العسكرية للتغول على الدولة كما يرى الأستاذ عبد الله نعمان القدسي. كيف يمكن التعاطي مع مثل هذه الحالة التي يتم فيها خلط الحق ربما بالباطل؟ شكرا جزيلا. يبدو من الخطاب الأخير وقبلها التحركات الأخيرة وقبل ذلك التصريحات المختلفة التي وردت من قبل بعض المنتسبين إلى الحوثيين أنهم قادمين على مرحلة خطيرة، وكان آخرها تصريح أو ما كتب على صفحة مهدي المشاط أن اليمن اليوم قد تشهد تغيرات كثيرة جدا تدل على أمر واحد، وهذا الأمر أننا سنسقط كافة الخيارات السياسية في مقابل الوسائل العنيفة إن لم نستجب لمطالبنا. كلمة الحوثي اليوم دللت بشكل واضح أنه يرفض تماما رفضا قاطعا وباتا مسألة الأقاليم. ليس المسألة 6 ولا 5 ولا 4، إنما كان واضحا جدا أن هذا مشروع تفتيتي ومشروع تقسيمي ولا يمكن القبول به. كنا بالفترات السابقة نطالب أن يقدموا ما هي رؤيتهم، ما هي مشروعهم، تهربون. اليوم وضح بشكل واضح وصريح جدا أنه لن يقبل بهذه المسألة مهما كلفه الأمر، وكان صريحا في ذلك، ومن ثم أصبح هو في اتجاه لوحده. هذا الأمر أول. الأمر الثاني أيضا هو رفض مسألة الانتقال بشكل مباشر إلى مسألة الدولة الفيدرالية، وقال إن الشعب اليمني جاهل، وهذا ربما ينافي الخطابات السابقة الذي كان يقول أن الشعب اليمني قد وصل إلى مرحلة وإنه تعلم وأنه إنما اليوم أصبح في سبيل تمرير مثل هذا المطلب الذي رفضه أنه أصبح الشعب اليمني جاهل ولا يستطيع أن يستوعب مثل هذا الأمر. الغريب في هذا الأمر أنه الآن هناك بعض القوى السياسية قد انبرت، وأولها حزب الإصلاح، وربما قد ذهب قريبا جدا من نفس الأفكار التي طرحها اليوم الحوثي، وقال بالفعل أن مسألة الأقاليم قد فرضت من الخارج وإن اليمن ليست في وارد بتطبيق مسألة الفيدرالية وأن نحن دكتور نبيل، أين قال الإصلاح هذا الأمر؟ اليوم على منشور السيد زيد الشامي في منشوره على صفحة الفيسبوك قبل 4 دقائق من بدء هذه البرنامج. زيد الشامي هو يعبر عن نفسه ودائما يكتب على صفحته في الفيسبوك، هو يقول أنا أعبر عن نفسي ولا أعبر عن الإصلاح. أنا أود هذا التوضيح، وزيد الشامي كان قد كتب قبل شهر أن أي شيء يكتبه على صفحته في الفيسبوك هو أمر يخصه هو ولا يخص التجمع اليمني. لكن عندما يكتب بهذه الطريقة ويقول أن مسألة الأقلمة فرضت فرضا من الخارج، هذا يمثل زيد الشامي لا يمثل الإصلاح، لكنه يثير حفيظة الرأي العام بهذا الكلام ويؤكد ما يذهب إليه الحوثي. جميل. أن هناك ضغوطا من الخارج في هذه المسألة. جميل. نعم نعم، أنا هذا ما أردت أن أقوله. نعم. ومن ثم لكن أود أوضح أن هذا الأمر هو يمثل زيد الشامي ولا يمثل حزب الإصلاح. أنا لا أستطيع. نعم. أن أؤكد هذا الشيء، اسألوه وربما هو يرد عليكم. لا هو كان قد أعلن، أنا أعلم كإعلامي تابعنا كثير من المواقف التي تأتي على لسان زيد الشامي، وزيد الشامي هو يقول أنا أعبر عن نفسي ولا أعبر عن الإصلاح، وما يعبر عن الإصلاح هو مؤسساته الرسمية. دكتور نبيل الشرقبي ابقى معي عبر الهاتف، ايضا الاستاذ عبد الله نعمان القدسي امين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ابقى معي عبر الهاتف.
سنذهب إلى متابعة هذا التقرير ثم نعود معكم. في الوقت الذي تبدو فيه تطورات المشهد اليمني تذهب باتجاه إعلان إنهاء حقبة هادي وبدء عهد دولة الجماعة مع إعلان سيطرة مسلحي أنصار الله الحوثيين على دار الرئاسة والألوية العسكرية المحيطة بها بعد سيطرتهم يوم أمس على جهازي الأمن السياسي والقومي أكبر أجهزة المخابرات اليمنية. ينتظر اليمنيون باقي تفاصيل المشهد على أمل اجتناب أي نتائج كارثية قد تحدث خلال الساعات القليلة القادمة. بالأمس تم الإعلان عن تشكيل لجنة لحل الأزمة التي تصاعدت خلال اليومين الماضيين بين الرئيس هادي وجماعة أنصار الله الحوثيين، وفيما لا يعرف حتى هذه اللحظة نتائج عمل هذه اللجنة سوى إعلانها يوم أمس وقفاً لإطلاق النار بين قوات الحماية الرئاسية ومسلحي الجماعة. تصاعدت الأحداث بشكل مفاجئ لتبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، مع توتر الحديث عن توجه الجماعة نحو إعلان مجلس عسكري لقيادة البلد خلال الفترة القادمة حتى تقرر هي الخطوة التالية على طريق استكمال سيطرتها على السلطة والدولة. في الأثناء يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة بشأن اليمن، ولما كانت كل مستجدات الوضع اليمني خلال الأيام القليلة الماضية تحت لافذة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وعلى ضوء النتائج التي آلت إليها الأحداث، يدور التساؤل حول ما الذي تبقى من السلم والشراكة ليتم تنفيذه، وما مصير العملية السياسية في ظل اتخاذ الأزمة اليمنية منحى يبتعد كل يوم باتجاه الصراع المسلح، وما هو موقف المجتمع الدولي من كل هذا؟ أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. أرحب أيضا مجددا بالأستاذ عبد الله النعمان القدسي أمين التنظيم الوحدوي الناصري، وأيضا بالدكتور نبيل الشرقبي أستاذ إدارة الأزمات. أستاذ عبد الله النعمان، نعم، ربما تابعت أيضا ما ورد على لسان عبد الملك الحوثي، هو أشار إلى أن الرئيس كان أمضى طوال ليله يتصل بالخارج. هذا الأمر هو ليس جديدا على لسان الحوثي، أيضا الإعلام وكثير من السياسيين يقولون أن الرئيس اعتمد بشكل رئيسي وكبير على الخارج ونسي موازين القوة على الأرض، ما أوصله إلى أن يكون وحيدا أمام تغول القوة كما حدث بالأمس. هل هذا صحيح أم هو مجرد أوهام ربما تطرح من قبل الإعلام وأخيرا من قبل عبد الملك الحوثي؟ شوف، يعني إشراف الأخ رئيس الجمهورية في التعامل يعني في التعويل على الخارج لدعمه أمر طبعا ملموس وليس خافي على أحد، لكن أنا أعتقد أنه الاحتكام للخارج أيضا ومطالبة مساندة كل اليمن ما كانش أمر طبعا بعيد عن مطالب كل السياسية. وأريد أن أذكر أن أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني ونحن تحديدا في لجنة في فريق القضية الجنوبية والفريق المستنصر كانوا مصرين جدا على طلب دعم ومساندة المجتمع الدولي بممثل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والدول الراعية للمبادرة، وتعال لنعود أيضا وثيقة الاتفاق السلم والشراكة التي أصيغت في صعدة وفي البند 17 تطلب الأطراف من مساعد أمين عام المتحدة ومستشار الخاص مواصلة دعم المتحدة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها في هذا الاتفاق. هذا ما هو الأمر، كل الأطراف اليمنية يعني استنقذت في الخارج وطلبت مساعدة لإحداث أو لإنجاز عملية التغيير والانتقال. نعم، جدير بالذكر أستاذ عبد الله النعمان أن اتفاق السلم والشراكة الذي صيغ في صعدة طلب من ابن عمر أن يواصل جهوده وجهود الدعم الدولي لمن هذا تم وحدث في صعدة. هنا فقط أنا أريد أن أفرق بين الدعم المشروع من خلال المؤسسات الدولية المشروعة وبين التدخل السافر من قبل الأمريكيين أو من قبل أي دول أخرى في الشأن اليمني، سواء في تحت مبرر مكافحة الإرهاب أو ملاحقة القاعدة أو إلى آخره، أو فرض يعني سياسات وخيارات معينة على اليمن، هذا أمر آخر. لكن دعم اليمن، دعم المجتمع الدولي في تنفيذ في مساعدة اليمن على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هذا أمر لم يكن محل خلاف بين الفرقاء السياسية. نعم، لكن الآن دكتور أو أستاذ عبد الله النعمان،
هل لا يزال قدوة من حديث القوى السياسية أو ما ترغب به، خاصة أن طرف الحوثي هو الآن يستقوي بالسلاح؟ أخي الكريم، أنا قلت أنه ما يجري ما جرى في الأيام الأخيرة هو استكمال لانقلاب بدأ في 21 سبتمبر من العام الماضي. طبعا الإخوة أنصار الله يومها كانوا قد استكملوا السيطرة على العاصمة، وكنت يومها قبل التوقيع على هذا الاتفاق وخاطب زملائي في المكونات الأخرى بأن هذا الاتفاق لم يعد هناك مبرر للتوقيع عليه بعد أن سيطر الحوثيون الذي كنا نريد أن نصلهم شركاء في العملية السياسية على صنعاء، وباتوا هم من يحدد إن كان يقبل الآخرون شركاء أو لا. وقلت يوما أن التوقيع على اتفاق السلم والشراكة ليس سوى تبرير لاستباحة العاصمة واستباحة الدولة. أنا أؤكد الآن أن ما يجري هو إنجاز لعملية الانقلاب التي بدأت في ذلك اليوم. من المؤسف أن القوى السياسية تعاملت مع هذا التغول الذي جرى منذ ذلك اليوم وحتى هذه اللحظة بقدر من اللامبالاة والتساهل. كان المشترط طبعا أن يواجه هذا المشروع، أنا أقول عندما يواجه هذا المشروع أقول يواجه بوسائل مدنية. إذا تحرك المجتمع المدني للدفاع عن مخرجات مؤتمر الحوار وإنجاز عملية الانتقال والتحول والشراكة الوطنية بكل مضامينها، يعني سيتمكن من إحباط هذا المخطط ولو الآن طبعا مطلوب جهود كبيرة جدا. لكن على الناس أن يصحوا. ما يجري منذ 21 سبتمبر حتى هذه اللحظة هو انقلاب بمعنى الكلمة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية وعلى المشروعية السياسية. نعم أستاذ عبد الله نعمان، ابقى معي عبر الهاتف. أيضا سأخذها الدكتور نبيل الشرقبي وأسأله بهذا السؤال أيضا. دكتور نبيل، نعم، هل لا يزال هناك معنى لعملية سياسية أو لتعدد سياسي أو لشركاء بالمعنى الحقيقي للشركاء؟ هذا السؤال الأول. وهل لا تزال قيمة أو معنى لرئيس الجمهورية في ظل هذه الصيغة التي يفرضها الحوثي بقوة سلاح؟ أنا في اعتقادي الخطابات المتلفزة أو التصريحات والتصرفات على الأرض وربما فرض الشروط وإملاء بعض المتطلبات ربما تجعل من مسألة تحقيق هذا الأمر في غاية الصعوبة بشكل واضح جدا. نعم. وبمعنى أنه سيتم الالتفات لبعض الأصوات أو لبعض المطالب التي تقترب تماما من المطالب التي يطرحها الحوثي، وربما أيضا قد يتم دعم التحركات سواء كانت شعبية أو رسمية أو حتى فوضوية كما يدعون ثورية، أيضا كل ما اقتربت من هذا الجانب سيقدم لها الدعم، وما دون ذلك ستواجه بشكل واضح جدا. وهذا الكلام ربما قد أصر به أو أعلنه عبد الملك الحوثي أنه لن يقف وأنه أمام ثورة مضادة، ومن ثم أعطى نفسه الحق في أن يقف حازما أمام هذه التصرفات بل وإجهاضها بشكل واضح جدا. أنا في اعتقادي المرحلة القادمة لن تكون إلا أمام شخص أو جهة هي تفرض شروطها أو تملي شروطها، وربما هذه المرحلة ستستمر فترة طويلة، وخاصة إذا استمر هذا التغييب أو التهميش لكل مؤسسات الدولة واستمر هذا الخلاف وهذا التخوين المشترك والتخوف المشترك بين جميع القوى السياسية والذي استسلمت بشكل غير أخلاقي لهذا الطرف بالإملاء عليهم وربما محاولة إرضائه بشتى الوسائل والصمت أحد إرضاء هذا الطرف. نعم دكتور، لكن إذا كانت هذه الصيغة هي المتوقعة، لماذا لا نقول أن بقاء عبد الرب منصور هادي هو من يغطي هذه الصيغة غير الشرعية بشرعيته التي لا تزال قائمة له؟ بالنسبة لبقاء الرئيس؟ نعم، وكان الحديث هو يدور اليوم في كثير من وسائل الإعلام أن الحوثي سيفرض صيغة معينة، مجلس عسكري، مجلس مدني عسكري، لكن أبقى على الرئيس وقال لكن رئيس يلبي شروطنا. نعم. أحدهم قال رئيس بدرجة مدير مكتب لصالح الصمال. عفواً عن هذا عن هذه عن هذا التشبيه الذي ذكرته قبل قليل، لكن هو ورد في بعض المواقع الإعلامية.
وربما هو أقل من ذلك، قد يكون ناطقاً إعلامياً، قد يكون محللاً سياسياً. أنا في اعتقادي في ظل هذا الظرف الحوثيين لسبب بسيط جداً وحلفاؤهم نعم. لا يستطيعون الإنهاء من شرعية عبد الرب منصور لسببين بسيطين نعم. السبب الأول أنهم لن يجدوا أفضل من هذا الرجل للقيام بعملية تعريب أو إعطاء مسحة شرعية لكل تحركات ولكل تصرفات ولكل مطالب الحوثيين نعم. وهو يوفق هذا شيء. الشيء الثاني، ما زال إلى اليوم هناك إجماع دولي، ومهما قال الحوثيين ومهما انبروا وتحديهم للمجتمع الدولي إلا أن هذه المسألة في غاية الخطورة. ما زال إلى اليوم هذا المجتمع الدولي يقف صفا واحدا، وما زال صلبا هذا المجتمع الدولي في مسألة تأييده لعبد الرب منصور هادي. وأنا في اعتقادي هذا السبب الرئيسي هو ما يجعل جماعة الحوثي ومن يتحالف معه غير راغبين في إزاحة هذا الرجل خلال هذه المرحلة. هذا أمر. الأمر الآخر، ربما إذا وصلوا إلى صيغة ما معينة بحول شكل النظام الجديد، إما عبر كما تتداوله وسائل الإعلام قيام مجلس عسكري، فهو قد يكون بناء على رغبة ومطالب الحوثيين. وإن كان أو قرروا الإبقاء على عبد الرب منصور هادي، فأنا في اعتقادي أن هذا الرجل لن يكون إلا كمذيع أو كرجل إعلامي لمحاولة إعلام أو إظهار أو شرعنة المطالب التي يطربها الحوثيين وحلفائه. نعم دكتور، أنت أشرت إلى مسألة الإجماع الدولي، لكن ما قيمة الإجماع الدولي إذا لم تكن لديك شرعية على الأرض أو تأييد على الأرض، خاصة أنه فقد آخر تأييد له بفقدانه دار الرئاسة واللواء الأول والثالث حماية رئاسية؟ هذه هي إحدى أهم وأخطر الاستراتيجيات التي يمارسها الحوثيين وحلفاء الأرض. نعم. عملية نزع شرعية هذا الرئيس وعملية انبراء هذه المواقف المختلفة تجاهه والتصرفات التي يظهر فيها الرئيس بهذا الشكل والتسريبات التلفونية الغير أخلاقية التي ظهرت من يوم، هذه كلها تستهدف إيصال صورة معينة بمحاولة إضعاف صورة هذا الرجل أمام هذا المجتمع الدولي، ليبدأ هذا المجتمع الدولي بالاعتقاد رويدا رويدا وتغيير وجهة نظره من البقاء على تأييد هذا الرجل. وأنا في اعتقادي هم ناجحون في هذا المسألة إلى حد الآن، وأنا في اعتقادي كل ما قد يصدر من تصرفات أو من أفعال من عبد الرب منصور هادي من خلال إجباره على هذه التصرفات هي بكل تأكيد تعاد حسابات النظر من الأطراف الدولية تجاه استمرار هذا الدعم، على اعتبار أنه استمرار هذا الدعم لهذا الرجل ربما قد يدخل اليمن في فوضى، وهذا الأمر لا يريده المجتمع الدولي. وإذا وصل المجتمع الدولي إلى هذه القناعة أنه بقى هذا الرئيس وبهذه التصرفات أنه قد يؤدي إلى انزلاق الأوضاع، فأنا في اعتقادي أن المجتمع الدولي سيبدأ في تغيير وجهة نظره من تأييد هذا الرجل إلى ما لا نهاية. جميل، دعني أذهب بهذا السؤال إلى الأستاذ عبد الله نعمان القدسي، وهو أحد الفاعلين السياسيين من خلال التنظيم الوحدة الشعبية الناصري، أحد الأحزاب الرئيسية في البلاد. أستاذ عبد الله، نعم، إذا كان هادي هو سيبقى كواجهة أو كلافتة يعمل من خلالها الحوثي الآن، ما الجدوى من بقائه بالنسبة لكم أنتم كأطراف سياسية؟ وأيضا لماذا لا يكون التحرك هو باتجاه استبدال صيغة سياسية معينة بدل من القول النضال الشعبي في الشارع إذا كان الحوثي هو يحكم ولا يحكم على نحو رسمي؟ أخي الكريم، أنا أتفق مع الدكتور نبيل بأن الحوثيين يعتبرون هذا الوضع القائم الآن هو أفضل وضع بالنسبة لهم، لأنهم يمررون ما يريدون من خلال الأخ الرئيس وما تلقى من أجهزة السلطة، ويقيمون حبتهم بالسيطرة على كل الأجهزة والمؤسسات دون أن يكونوا مباشرة هم في الواجهة. أنا قلت أكثر من مرة وفي مقابلة عديدة أننا لا يمكن أن نوفر لقاء سياسي بما يقوم به الحوثيون. هم يريدون طبعا أن يمرروا كل شيء وأن يحصلوا على اتفاقات جديدة أو مباركة جديدة من القوى السياسية، وحتى الرئيس ربما يستبدل المكونات السياسية لمحاولة الحصول على غطاء سياسي من على الأقل المكونات الموقعة على اتفاقية المشترك الوطني. هذا الكلام طبعا نحن لا يمكن أن يكون مقبول لدينا. أنا قلت مباشرة أنه قبل فترة عندما وقع الحوثيون على اتفاقية المشترك كانوا قد
سيطروا على العاصمة واتفاقهم في تلك اللحظة، توقيعهم على الاتفاق في تلك اللحظة يحمل دلالات معينة، هو القبول بالاحتكام بالشرعية الدستورية القائمة اللي هو الدستور القائم التي عطلت مع المبادرة الخليجية والآليات التنفيذية والمنظومة التشريعية القائمة بالكامل. الآن التصرفات التي تتم من قبلها من ذلك اليوم وحتى هذه اللحظة تصرفات تتنافى مع الدستور القائم ومع أحكام المنظومة التشريعية القائمة، بل تمثل جرائم يتعين المعاقبة عليها. جميل. يطالبون اليوم بمعاقبة علي محسن وحميد الأحمر وفلان وفلان من اللي كانوا محاكمين، اللي هو نص النظام الحاكم، أما النص الآخر فهو حليف لهم. يعني هم يطالبون اليوم بمحاكمتهم بانتهاكهم للقوانين وللمنظومة التشريعية التي كانت قائمة، وهم يرتكبون نفس الأفعال ونفس الجرائم التي تجرم بذات المنظومة التشريعية عليهم. إذا تأتي أفعال عليهم إن أرادوا أن يشرعوا أفعالهم هذه أن يعلنوا البيان رقم واحد، إعلان دستوري ويحكموا البلد كما يريدون. يعني صحيح بيديهم القوة، صحيح بيديهم الآن يتغولون في كل مؤسسات الدولة، لكن أنا أرى أن الشعب اليمني الذي أسقط استبداد علي عبد الله صالح بعد 33 سنة من الحكم سيكون قادر أيضا على أن يواجه كل الممارسات التي تمثل انحراف على أهدافه وطموحه، والتي تمثل انقلاب على مخرجات الحوار الوطني ونظامين أستاذ عبد الله العمان، أنا ألمس لديك وأنت أحد القياديين البارزين في البلاد وفهما عميقا للمسألة وأيضا تصورا واضحا لها. ما يريد أو ما يود أن يفهمه المواطنون هو هل لديكم تصور واضح لخطوات عملية وجادة على الأقل الخلاص من هذه اللحظة السيئة أو اللحظة المشؤومة التي يعيشها البلاد؟ والله نحن خلال الفترة السابقة وحتى هذه اللحظة لازلنا نحول على الإخوة في أنصار الله أنهم يحكموا العقل والمنطق وأن يعودوا مع شركائهم في العملية السياسية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. أيضا يعني في المقابل يعني لدينا تصورات معينة لمواجهة أي اختلالات أو انحرافات، ليس من المناسب الآن أن نقول هذا الكلام، لكننا لن ندع أي وسيلة سلمية تعبر عن رفضنا وعن احتجاجنا لما يجري إلا سنلجأ إليه. نحن وكثير من أبناء هذا الوطن الخيرين الذين طالما حلموا بدولة مدنية حديثة. نعم أستاذ عبد الله يبقى معي عبر الهاتف، سأذهب بهذا السؤال إلى الأستاذ أو الدكتور نبيل الشرقبي. دكتور. نعم. كيف تقرأ المشهد في قادم الأيام، خاصة أنها اتضحت الصورة، ما يريده الحوثيون هو رئيس مركوز ينفذون من خلاله أجندتهم الاستيلاء على السلطة وعلى مقاليد الحكم في البلاد، ربما التحركات في الميدان باتجاه الاستيلاء على بقية المناطق التي لم يذهبوا إليها من قبل؟ طبعا أنا لا أريد أن أحلل أو أبرر للجماعات السياسية أن تكون في موقف انهزامي أو في موقف استسلامي، لكن هي من فرضت على نفسها أن تكون بهذا الوضع، وهي بنفسها من وضعت نفسها. وأنا ربما في إحدى المقابلات على قناتكم قلت قد كفرت بهذه النخبة لأنها لا تعي مصالحة ولا تعي الخطورة ولا يمكن أن تعي ماذا تريد أو ماذا يريد الشعب. جميل. الآن أمام القوى السياسية هذه أن تلتقط من الخطاب الحوثي من المشروعات التي يطرحها وتقوم بتقديم بدائل وتقوم بتقديم آراء أخرى قريبة من هذا الفكر أو من هذه الخطط أو من هذه المطالب التي يطلبها الحوثي، وأن لا يترك لهذا الطرف أيضا أن يصيغ لهم الرؤى وأن تكون هناك رؤية واحدة، بمعنى أن يستلقفوا ما طلبه وما يطلبه في المرحلة القادمة على اعتبار أن الأطراف عجزت تماما عن تنفيذ أي برنامج. دكتور نبيل. نعم. عفوا أنا لا أفهم أن هذه النخب مثلا الأقوال التي طرحها الحوثي اليوم هي أفكار واضحة يطرحها التنظيم الناصري منذ زمن، لكن لماذا حين تأتي من الحوثي يكون لها صدى ويكون لها استجابة وقبول، خاصة ربما لأنها تقترن بالسلاح وحين أتت من التنظيم الناصري كان لا يلتفت أحد لها؟ أنا إذا أردت أن أقول كلمة حق
نعم. فأنا في اعتقادي أن هذا الحزب هو يعتبر من أرقى ومن أشرف ومن أنظف ومن أشجع الأحزاب اليمنية، تمام؟ نعم. وهذه الشهادة أنا أسجلها وأنا بعيدا عن كل الأحزاب، لكنني أنا مسؤول على كل كلمة أقولها. جميل. الفاعلية التي افتقدها تنظيم الوحدة والشعب الناصري في إيصال مثل أفكار هذه لم تدع، وأنا أول الناس الذي أقول لك الكلام هذا، أنه لم تصلني كثيرا من الأفكار التي كان يقول بها هذا التنظيم. ومن ثم غياب هذا التواصل أو غياب القوة، أو ربما أن نحن كمجتمع يمني أصبحنا لا نفهم إلا بالقوة ولا نفهم إلا بالعنف ولا نفهم إلا بهذه الأساليب. جميل. ربما أنا قد أقول هذه هي إحدى التحليلات، ولكن الآن أعود إلى السؤال الأول وأقول يجب أن تطرح الآن هناك أفكار جديدة ورؤى جديدة لمحاولة كبح دماء هذا الطرف الذي يريد ليس فرض الرؤية ولكن فرض الشروط وفرض كل المقترحات وفرض كل المراحل. ومن ثم أنا في اعتقادي في هذه المرحلة فيما لو قدمت آراء من قبل المشاركين، هذا شيء. الشيء الثاني، يجب أن يكون هناك اتفاق أقلها فيما بين الأطراف التي ما زالت متحالفة وهي المشترك، بأن تكون لها رؤية واضحة ورؤية واحدة في كل المسائل، وأن يتحدثوا بصوت واحد، وأن تكون لهم لغة واحدة ومشروع واحد. أنا في اعتقادي بالإمكان في المرحلة هذه أن يؤخذ بكلامهم وأن جميل. يبدأ يعمل الآخر جميل. حساب لهم وتدخل آراءهم وكلامهم ضمن المشاريع التي قد تخط لليمن في المرحلة القادمة إذا كان بقي هناك متسع من الوقت وصدقت الأفكار أنه ما زال مفتاح الآخرين، إن لم تكن كل هذه هي تغطية للانقلاب على مرحلة للدخول في نعم. مرحلة مشكلة لا يسمح الآخرين بالمشاركة فيها. نعم، شكرا لك دكتور نبيل الشرقي. ربما مشكلة اللقاء المشترك أنه ينقسم إلى الآن إلى معسكرين واضحين، معسكر التجمع اليمني للإصلاح ومعسكر التنظيم الناصري من حيث الآراء أقصد، ومعسكر الحزب الاشتراكي اليمني مع حزب الحق وقوى الشعبية، هم وجهات نظرهم تتباين في مسائل عدة خاصة فيما يخص الأقلام والفدرالة وأيضا النظرة إلى المشهد السياسي. هذا ما أعتقده أنا، لكن دكتور نبيل الشرقبي هل لديك من كلمة أخيرة نختم بها هذه الحلقة؟ ألو دكتور نبيل؟ نعم نعم. هل لديك كلمة أخيرة أو مناشدة أو دعوة أو بإمكانك أن تختم بها هذه المشاركة معنا؟ نعم، إذا كان لي من مطلب واحد، يجب على الجميع أن يستشعروا أن هذا الوطن ليس ملك فئة وليس ملك مجموعة، ولا يمكن لهذا الطرف أن يستمر في هذا الأسلوب على اعتبار أن كل فعل له رد فعل. وما على الأطراف الأخرى إلا أن تقوم بعملية متابعة ورصد وتحليل كامل لسلوكيات الطرف الآخر إذا أرادت أن تحجم منه، وإذا أرادت أيضا أن تقوض من هذه التحركات أو تعلقن عقلنا لمثل هذه التحركات، إلا أن تقوم بهذا العمل. هذا الشيء. الشيء الثاني، يجب على كل الأطراف التي ما زالت تؤمن بهذا الوطن أن تقوم بإجراء حوار وطني فيما بينها لكل ما يتعلق بهذه القضايا، وأن تقدم مشروعها وكلمتها في كل الموضوعات التي طرحت والتي عليها اختلاف، ليكون لها صوتا واحد ليتم الإجماع عليه، وإن لم يجرى عملية استفتاء سريع لكل هذه القضايا التي اختلف عليها، ويكون الشعب هو مصدر لحل هذه الخلافات بعد أن عجزت هذه الأحزاب أن تحل الخلافات فيما بينها. نعم، هذه هي الطريقة الطبيعية دكتور نبيل الشرقبي التي يحل بها الناس مشاكلهم ووجهات نظرهم المختلفة والمتباينة. شكرا لك، كنت معي عبر الهاتف دكتور نبيل الشرقبي، أستاذ إدارة الأزمات، أستاذ عبد الله نعمان القدسي، أمين التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. هل لديك كلمة أخيرة في هذا المساء؟ أنا أولا طبعا أريد أن أشكر الأخ دكتور نبيل على حسن ظنه في تنظيمنا المناضل، وأؤكد أيضا على أنه لدينا قصور في وسائل الاتصال الجماهيري والقصور الإعلامي لا يوصل وجهة نظرنا للناس بشكل طبيعي. الثاني، أريد أن أقول بأنه ليس صحيحا التوصيف الذي طرحته تبع اللقاء المشترك، فما زالت هناك قضايا كثيرة جدا داخل اللقاء المشترك رغم التباين حول بعض القضايا، لكن اليوم كنا في اللقاء المشترك ملتقين بإعداد مصفوفة وإعداد خيارات جديدة
تنفيذ اتفاق السلم الشراكة الوطنية. ما أريد أن أقوله أيضا أن ما طرح من قضايا من قبل الأخ عبد الملك الحوثي في خطابه اليوم قضايا كانت مطروحة أيضا وقبل أمس في اللقاء على طاولة الاجتماع المكونات الثلاثة التي وقعت على اتفاقية السلم الشراكة بحضور القائد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام لليمن، وكانت هناك آراء وطروحات بكل ما طرح. يا أخي الأمر المسألة ليست في الرؤى والتصورات. ما يطرح الأخ عبد الملك الحوثي كلام جميل جدا، لكن ما يبيع الواقع أمر مخالف تماما ومعاكس لكل ما جاء في الخطاب. هم اليوم يقدمون قائمة للمواقع والمناصب التي يريدون أن يكونوا شركاء فيها، طالبون بأن يكون لهم نائب رئيس جمهورية وأن يكون لهم نائب رئيس وزراء وأن يكون لهم مواقع معينة في النيابة العامة وفي القضاء وأن يكون لهم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأن يكونوا موجودين في جهاز الأمن السياسي إما رئيس أو نائب أو وكيل وفي جهاز الأمن القومي واوا. هم لهم مفهومهم الخاص بالشراكة، يريدون الآن أن يعني يجند لهم ما لا يقل عن 50,000 فرد في المؤسسة العسكرية والأمنية. أين هي الشراكة في هذا الطرح؟ في هذه المسائل نعم. وهو قال عبد الملك قال يجب أن لا يتحرك عبد الرب منصور هادي أو يتأفف من تنفيذ هذه المطالب. أنت كما ذكرت أنه يريد نائب. هل مؤكد هو الوقت؟ الوقت لا يسعفني أستاذ عبد الرحمن، لكن هل مؤكد فعلا أنه يطالب بنائب رئيس جمهورية، نائب رئيس وزراء، النيابة العامة، النائب العام عفوا، أيضا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، المجلس القضاء على حصة منها أيضا 50,000؟ هل هذا مؤكد وطرح بشكل رسمي؟ هذا مؤكد ومطروح منهم شفويا ومقدم أوراق طبعا ليست موقعة، ولكن هذا الكلام طرح حق نائب رئيس الجمهورية وغيره قبل أمس في اجتماع المستشارين في بيت الدكتور عبد الكريم الإرياني، وطرح أيضا اليوم في اجتماع لمستشاري رئيس الجمهورية، وقالوا أحد أعضاء أعضاء المجلس السياسي لأنصار الله في اتصال تلفوني لأحد الشركاء في اللقاء المشترك اليوم. جميل. أستاذ عبد الله النعمان القدسي أمين التنظيم الأحدوي الناصري، شكرا لك، كنت معي عبر الهاتف. أعزائي المشاهدين، ربما تتضح الصورة أكثر. ما لم يتضح من حديث عبد الملك الحوثي حول المطالب وحول الشراكة التي يقصدها والتي قال يجب على رئيس الجمهورية ألا يتأفف منها وألا يتذمر وهو ينفذها، نائب رئيس جمهورية، نائب رئيس وزراء، النيابة العامة أو النائب العام، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهذا ما قصده أيضا ما ورد على لسان عبد الملك الحوثي، وهو أن يكون له الأجهزة الرقابية الدولة بحجة أنه يكافح الفساد. ومن المعروف أن الأجهزة الرقابية النيابة العامة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولذلك الصورة هي واضحة الآن. أي مشهد قادم؟ ذلك ما ستكشفه أيام القادمة. الشكر لكم أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حديث لمساء آخر.